السلام عليكم. دلوقتي انا عايز اضيف الطول والعرض للغرفة، بحيث ان هو كاتب هنا، طبعا هكتب مانوال، بس انا عايز اضيف الخانات اللي اقدر اكتب فيها. هاجي هنا اقول له في قائمة مانج، هقول له بروجكت برامتر، لان الروم صعب ان انا اضيف لها برامتر باسلوب عادي، لازم اقول له بروجكت برامتر واقول له اد، واقول له انا عايز شير ذا برامتر، حاسس ان هو يتقري في كل حتة، واقول له سيلكت اديت، اقول له انا عايز نيو، هقول له روم ويدث نو لينس، واقول له ضيف لواحد تاني هاي روم هاي، واقول له اوكي. اي برامتر ممكن تسمي اتش دبليو، يعني زي ما انت عايز. اوكي. طيب البرامتر دوت اي اللي هخليه سيلكت دوت، اقول له ده موجود في الروم، يعني ضيف لي خانة كده جواه اقدر اضيف. طبعا انت تقدر تعالى معايا اكتر من واحد. اوكي. طيب واقول له اد شير ذا برامتر سيلكت الويت ديستنس روم. اوكي بقوا موجودين همت. طيب لو انت عملت سيلكت هنا هتلاقي ان انت تقدر تقول له مثلا ان الهاي هتقيس، تشوف الهاي قد ايه، مثلا من هنا لهنا 11 متر، ومن هنا لهنا هتبدأ بقى تقول له انا عايز اضيف هنا الهاي مثلا تبقى 11، وهنا 5 7 0 0 مثلا. عايز بقى اضيفها هنا، يبقى هاجي هنا على التاج واقول له ايدي فاميلي، ممكن تختار واحدة من دول تعدل فيها لو انت مش محتاج الرقم دوت، او ممكن مثلا الفوليوم تقول له الاريا، هقول له هنا انا مش عايز الاريا دلوقتي، انا عايزك تكتب لي، هضيف هنا بقى البرامتر سيلكت، هقول له انا عايز روم هاي اوكي في روم ويت بالشكل دوت. مثلا ممكن هنا قبليها اقول له هاي، وهنا اقول له دبليو بالشكل دوت، او ممكن تعمل بريك او ما تعملش بريك، مش تفرق كتير. ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا انت، تيجي بالشكل دوت واقول له ابلود انتو بروجكت، اختار المشروع واقول له اوكي. هاجي هنا اقول له انا عايز تظهر لي شو اريا. اوكي ظهرت معايا بالشكل ده. يبقى كده كل غرفة اقدر اعمل سيلكت عليها واكتب الارقام بحيث انها تظهر معايا. مثلا هتقيس قد ايه وتقول له مثلا دي 20 متر ودي 11 متر بالشكل ده.